مشاهدي ومتابعي قناة تيسير، السلام الله عليكم ومرحبا بكم دائما على القناة ديالكم التيسير. اليوم جبنا لكم واحد العرض، صراحة عرض فلاحي متميز، كاين على الكودرون، طريق على الكودرون، طريق يعني على الكودرون، الكهرباء متوفر كما كتشاهدوا، ف 3 هكتارات فيها واحد الجزء مخروس بأشجار الزيتون، تربة ديال الفلاحة ما شاء الله كما كتشاهدوا، منطقة فلاحية في إقليم الحجم. يعني كما كتشاهدوا الارض، هذه البلاصه هذه اللي خاويه، هذه الانسان يدير فيها اي حاجه، يدير فيها مثلا الدار، يدير فيها المشروع، يدير اي اشجار هنا مثمره، يدير الدالية، يدير اي حاجه. وبالنسبه للجزء الاخر فيه الزيتون، اشجار الزيتون، 3 هكتارات محفظه ومسجله، يعني تيتر فرنسي على الكودرون على الطريق المعبده مشاهدينا ومتابعينا الكرام. فكنتواجدوا في اقليم الحاجب. بالنسبه للزيتون هو هذاك اللي كتشاهدوا امامكم، الجزء اللي مغروس باشجار الزيتون هو هذاك اللي كنشاهدوه، بلاتي غنمشيو تما كنصوروا هذيك المنطقه، هذاك الجزء اللي مغروس باشجار الزيتون. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، يعني عرض باقليم الحاجب، 3 هكتارات محفظه ومسجله على الطريق المعبده. يعني جات ارض صراحه تربه الخصبه. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ارضيه ديالها باهي الحدود ديالها. بالنسبة للزيتون تبارك الله، هذا الزيتون كيعطي الغلة وما شاء الله، يعني الزيتون يعني منطقة صراحة، الزيتون تا هو الزيتون كيصدق فيها ممتاز جدا كما كتشاهدوا، أشجار الزيتون المباركة التي ذكرت في القرآن الكريم ما شاء الله، اللهم زد وبارك. يعني 3 هكتارات محفظة، جزء خاوي والجزء الآخر مغروس بأشجار الزيتون كما كتشاهدوا، فما شاء الله يعني النمو ديالها ما شاء الله، يعني بهذه الافضل الامطار الخير الاخيره، التربه ديالها ما شاء الله كما كتشاهدوا، التربه خصبه ما شاء الله، اللهم زد وبارك. اذا مشاهدينا الكرام، غادي نخليكم تشاهدوا الفيديو بالتفصيل ديالو، يعني ما شاء الله التربه الخصبه، اشجار زيتون ما شاء الله كي طالعه، يعني هذاك الشيء ممتاز ما شاء الله. بالنسبه للمساحه 3 هكتارات محفظه ومسجله، بالنسبه للثمن ديالها 50 مليون للهكتار الواحد، 50 مليون للهكتار الواحد. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، في الارض كتواجد على الكودرون متابعينا ومشاهدينا الكرام، فالارض ما شاء الله يعني ممتازه جدا، يعني التربه الخصبه متابعينا ومشاهدينا الكرام. اللي بغى يزور هذه الارض وبغى مزيد من المعلومات، ما عليه الا يتواصل معنا على الرقم 0670 96 48 84. اعيد 0670 96 48 84، ومرحبا به. اذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نخليكم تشاهدوا بقيه الفيديو وفرجه ممتعه، والى عرض جديد بحول الله وقوته، دمتم في رعايه الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.